انفجار بيروت بيقول لك انه انت ببلد ما في امل منه، شو عم تغطي؟ ما في بلد بالعالم مأساته مفتوحة هالقد، يعني حتى الأحداث بسوريا بتقولي بكرة بتخلص إلا ما يوصلوا لتسوية وتخلص. لبنان شو اللي بده يخلصه؟ تسوية؟ شفنا التسويات وين وصلته. ما في شيء خلص بلبنان من الحرب الأهلية بال75 لليوم لبكرة للمستقبل التاني. بتقولي أنا كإعلامية ليه عم بشتغل هون؟ ليه عم بكتب عن أي شيء؟ هذه الضربة جعلت كثير منا وأنا منهم أن يفكر بطريقة ما أنه هل يمكن أن يبقى في لبنان أو يذهب أو يغادر أو يسافر بهذا ال... برجع بقول أنه شعوري بأنه فعلاً أن الحياة أقوى من الموت. حتى الآن لا أقول أنه لن بالمطلق، ولكن الآن إرادة البقاء هي أقوى. في إصرار على تسميته انفجار، وهيدا لحاله بيضرب مصداقيتك كإعلامية. في حدا فجر هالبلد، في حدا فجر البور، فجر لبنان من وراه. اللي جاب النترات عمل جريمة، واللي فجرن عمل جريمة. هيدا مش انفجار، مش حادثة، هيدي جريمة وهي قضية. عم يحتفلوا هلأ بذكرى. طب كيف نحتفل نحن كإعلاميين بذكرى لشغلة بعد ما تسكرت؟ نستعين بالتاريخ. دائماً نحن نعرف عن بيروت واللي قريناه منذ كنا طلاب انه هذه المدينه كانت دائما تدمر ثم تعود وتنطلق وتبنى من ربما هذا بيعطينا نوع من الامل.